مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، مرحبا بكم معنا في مدينه مراكش، وغنستضيفوا احد رواد المسرح المراكشي، عضو في فرقه وفاء المراكشي، هو السي محمد زروال، مرحبا بك معنا. شكرا الاستاذ فريد النكته، وحتى انتم انفاس بريس مرحبا بكم عندنا، وراكم في ارض البهجه ارض الخوت، ومرحبا بكم في الكتبيه بكل تواضع. شكون هو محمد زروال؟ يعني احنا كنعرفوه، ولكن كاين شي يعني جماهير يعني بغات تعرف على السي محمد زروال اكثر. لا لا، محمد زروال انسان مسرحي تلفزيوني سينمائي منصبه الى يومنا هذا، رجل متواضع وحبيب الكل، وكاين كاع اللي تيتخاصم معايا على كثر الطيبوبه والتواضع، هاكا داير انا. قالوا لي السي زروال انه يعني المسرح حافظ ما يعني الادوات ديالو، يعني بديتي بالديكور وانت غادي توصلتي للخشبه. لا، هو المسرح يعني نقول لك انا من الجمعيه الخيريه من صبايا، يعني لقيت راسي فيه، لانه كنا ديك الساعه في الجمعيه الخيريه في مينتانوت، كان الناس ما يعني ما تضيعش الوقت، شتي ما كاينه قرايه، تدير المسرح، تدير سميتو الانشطه التربويه الاجتماعيه والورشات، خرجات للرحلات، يعني من صيبه كنت زارعين فيك المسرح وغادي. شحال من عام دابا وانت كدير المسرح السي زروال؟ انا تنقول لك انا دابا راه عندي 68 سنه، يعني على الاقل اضعف الايمان غادي نكون 60 سنه وانا من صبايا كي تنقول لك، ولكن المسرح الهوات بديته في 69 مع جمعيه، عده جمعيات، جمعيه شكسبير، جمعيه النهضه، جمعيه شكسبير، جمعيه شبيبات الحمراء، جمعيه كوميديا، جمعيه اصدقاء الجمهور، جمعيه المناره، جمعيه بزاف 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 ديال الجمعيات، يعني حتى نقول لك فاش بقيت في الوفاء وكوميديا، هو فاش عيطوا عليا لهذاك الانسان في الميزان، تما عاد بقيت في الوفاء، ماشي زعما بزاف كاع، ما انا مع الهوات من جميع الجمعيات تقريبا دزت من. والفرق ما بين المسرح ديال شحال هذه والمسرح ديال دابا؟ غادي نختصر بدايه ونهايه. مسرح اللي كان مسرح الهوات كان مسرح، يعني كانوا اساتذه دكاتره معلمين مديرين رؤساء المصالح، يعني كان المسرح تيتقرا كيتناقش وتتدار الرياضه تيتدار، يعني كان مسرح بالمعقول، وملي تتقدم عرض تتعرف اش قدمتي، وكان حتى من النوع ديال المسارح اللي كانت تتقدم ماشي هي اللي كاينه اليوم. اليوم المسرح من النهار دخلوا الدعم، يعني كيف حسبت وانا بحال دخلت الضعيره المسرح يخلصها، ماضي تيخلصوا في الحاضر، لانه البارح ماشي هو اليوم في المسرح ولا في الجمهور ولا في بزاف ديال المسائل، بزاف ديال الفرق بزاف. السي محمد زروال واش خد حقه في الميدان الفني؟ واخد حقه في العذاب، يعني ديكور، تمثيل، مونتي، ديمونتي، ماشي حاجه اللي هي نقولوا تفرح ليها ولا ما كاينش، ما صورتيش ما كتسافش هادشي اللي عبد الله. كاين شي اعمال جديده تلفزيونيه ولا مسرحيه؟ لا تلفزيونيه، واحد كان واحد العام كاينه شي جوج الاعمال مدوزين الكاستينغ، جاو كذا طالبيننا، باقي ما جاوبوناش، واحد اللي جاوبونا ولكن واحد الجواب غير مرضي، يعني في غير محله، ورفضوا لانه النوع كي ولاو يبداو يتعامل واحد النوع اللي ما ماشي حتى ديال الفيغيرون، يعني واحد الثمن ما نقدرش نذكره، قلت لي من الاحسن كون غير ما قلتيها ليا كاع، داك اللي ساق الخبر قال لي يا ودي لا راه غير كاين اللي تيقول لك كون غير قلتيها ليا على مالي انا، قلت له لا انا سميتو ما، لانه هذا الشيء الا جيت نشوف من هذا الجانب، يعني نهار واحد مع الاجانب خير من عام ديال الاعمال ديالنا حنا، وكاين احتقار في الميدان، تتكون شخصيه وازنه عندك والدور مهم ورئيسي وكذا، واذا به تيبداو حتى يجي تيبغي يهضر معك تيقول لك اسمح لي انا راه كاين اللي بغى بلا فلوس كاع، هادشي ماشي يعني ما كاين. واش السي محمد زروال يعني استفد ماديا من الميدان الفني يعني فات السنوات كامله ولا لا؟ اش من استفاده، بحال دابا قضيه هذا ملف المؤلف
اللي ديال الحقوق المجاوره المجاوره وكذا، هذه كاين فيها شي بركه يعني، لانه ما جرت تقبط الناس الثالثه، كاين عندي واحد الدفعه بسيطه تنتمناو يكون شي حاجه في المستقبل، ما كاين والو. السي محمد الزروال اش كيمثل لك عبد الله فركوس؟ عبد الله فركوس تيمثل لي صديقي وخونا في الميدان، والله يشافيه ويقعد بوسادو، وعملنا في عده اعمال يعني، كنت نعمل معاه بزاف ديال الاعمال، وتنتمنى الله يشافيه، هذا ما نقول لك يعني صديق وبيننا هذا ما كان شفاء ولد الفرقه والى اخره. انت راضي دابا على المستوى ديال المسرح في المغرب؟ محجور قوه الا بالله. المسرح راه الا جيتي تشوف المسرح يعني شي واحد راضي عليه كيف هو راه ما كاينش. دابا المسرح شو لا كاينين الناس اللي هما تيبنيو منه باش يوصلوا اللي بغاو يوصلوا ليه، ما بقاش معطيه قيمه المسرح اللي هو كمسرح. دابا ملي تتجي كنا ديك الساعه في المسرحيه يعني في جمعيه الهوات تتلقى عامين ولا ثلاث سنين وانت قاعد تتعلم تتستافد كتسخر كتقدا كتعلم ديكور ملابس تتستافد، عاد تاخذ واحد الدوير بسيط تجريبي واش ولا ما كذا، ولكن ملي تطلع تطلع ممتاز يعني كدوز على عده اشياء في المسرح. المسرح عاد تولي تتعرف ما معنى المسرح وتدخل للمسرح. اليوم تتلقى عمرو تتقول له واحد الدوير غادي نديرو معاك وكذا، تيقول لك شحال بغيتي تعطيني، مع العلم اننا حنا كنا تنعطيو وما تنشدوش. ما كيسولكش واش انت يعني غنستافد منك يعني فنيا شي حاجه، والو ما تيقول لي الفن والو، الماديات الماديات ما تيقول ليش الفن والو كاع. كاين دابا اللي تيعرف العمل لا ماشي هو هذاك، تيقول لك المهم راه بغاو مني، ولا راه الا بغاو منك راه كاينه شي حاجه كامانه في يديك على عاتقك، واحد الجمهور محترمك وجا وعطاك وقت وعطاك وعطاك وجا بغى منك وتقلو راه ما منطقياش، ما ماشي هي هذه. شكون المخرج اللي ما عمر السي محمد الزروال يعني يشتغل معاه؟ المخرج اللي ما عمرك تشتغل معاه؟ لا ما نقدرش، لان هذه القضيه هذه انا ما بغيت نتجرح مع حد، انه كاين دابا اللي ما مخرج ما والو تيجي تيقول لك هاني مخرج. ما كيخرجش من الباب ديال الدار، عارف يعني عمرو حتى رجليه ما حطها على الخشبه كاع. كاين اللي ما عمرو طلع على المسرح كاع ولا دارو، ولا مخرج مونتيج تيدير هذا الشيء راه كاين، ولا داك الشيء باش قلت لك باش ما نتحاش مع حتى حد ما نتجرح حتى مع حد ما نقدرش. وكي جاتك هذه المبادره ديال وزير الثقافه والتواصل يعني بشراكه الوزاره الثقافه مع يعني الشركه الاذاعه ديال التلفزيون يعني بشعار المسرح يتحرك؟ وهو الوزير اولا بعدا عنده مع الميدان قبل من الوزاره يعني عنده غيره على الفن وعلى الفنانين، وكنتمنوهم الله يكمل عليه بخير، لانه هذا المسرح يتحرك، ولكن واش يزيد ولا غادي يبقى غير كيتحرك زاكي الله اعلم، لان العدد اللي مقرر 60 عرض هي في الحقيقه راه فوق اسمه، ولكن العدد ديال الجمعيات اللي ما حتى اللي ما كانوا تشوفوا يكونوا عدد كثير بزاف. كنتمنوا من الله سعاده الوزير يشوف كيدير شي غربله ديال، لانه اللي غناه الله على الصحه من الاحسن يخلي اللي ما عنده شيء ولا اللي محتاج ولا اللي يستافد نسبيا. رساله لوزير الثقافه قدام كاميرا دي. سعاده الوزير السلام عليكم، الله يجازيكم بخير، وكنشكركم على هذا المجهود الجبار وعلى هذا الاقتراح وهذه المبادره هذه، الا ان هذا الميدان في الحقيقه راه بغى الغربله، انه راه كاين اللي ملياردير وباقي بغاو، وكاين اللي بغى يسير جمعيته وما عنده بها حتى علاقه ولا ربط ولا غيره، وكاينين الناس اللي هما اولاد الميدان اللي منهم باعوا كل ما تيملكوا، يعني كاين اللي مفروق مع اولاده وكاين اللي ومن الميدان لانه ما عندوش من غير الميدان، وكاينين اللي موظفين والناس صحاح عندهم الملاير ماشي غير الملاين ومحكين الميدان وتيسدوا البيبان على اللي محتاجين ليه، والله يكمل عليكم بخير والله يجازيك بخير والله يكمل عليك بخير وشكرا. كنتمنوا هذه الرساله توصل السيد الوزير الثقافه والتواصل، وشرفتينا ومرحبا بك مع انفاس. شكرا. وتحنا مرحبا بكم عندنا في مراكش. عندكم ماشي عندكم بلادكم، حنا راه ما كاينش شي بلاد اللي تتولد، كل واحد منا ولد راجل ومراه، ولكن مغربنا واحد،
واحسن ما فيكم هو التلاحم بين المناطق وبين نحيدوا هذه الحجازات اللي خلاها الاستعمار، هذاك بيضاوي، هذا العروبي، هذا شلح، هذا كحل، هذا ابيض. خص يكون بيناتنا التلاحم. تلاحم بكل التواضع. يلا بكل تواضع. تحياتي. شكرا. شكرا. تحياتي.